ولا ليال وحين خطبتنا كغه هدلينا موضوع عادي عاد مهمه وحين كغه هدلينا حق وين وعاد وين وإله سبحانه وتعالى إن صاري ولا نغربين ان غودنو وحين كورمينا عباده عظيمه ولو هليو فايدوين عادي عاد قيمه بدن وحين كهدلينا عباده فائدة أي لذا هي هي عليس كذا أي كوكو كيني كرتا آدو كلوي عبادة فضوت آدو فضوت هليلي كرنو هيلي كرنو آن نبو آد كين هادا نوحا لغي هليا آدي آدو ويهي ما حيث هاي عبادة دا سي وعبادة دا إن لغو صليو أول سلامو سيد كي إلهي أدون كون دورتي نبي إلهي نوصح لي رسول كني إلهي رسالة يا فريتي نوغسو ديبي صلي قال لغو صليو صلوات ربي وسلامه عليه يقيمه سين وحكورنين وحن لنا ولا ليال وبهرين إلهي وحو تلمامين ونبي سكو صليا صلوات ربي وسلامه عليه ملائكتنا إن يكو صليا خلقي وجني إنسينا لأمرهن يكو صليا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وحي علماء لي صلق إلهي نبي قصة لي يا وأمانته وأمان أيه إن حريص شده وإن حريصا أيه ملائكة صلقوا دنا واستغفار يدم دافع النبي قد البيان خلقك لنا ودعاء يدعى نيان سدا سيك ليهين وبريو إلهي نوبريينو إن إلهي سريسيو أو إلهي كراميو أو إلهي سبحانه وتعالى درجات كيو غبلا قاضي أو قارسيو كل هذه ربي جيو وإلهي جليل كهوكس ليهيو كل هذه مرايتي لفضلي إيه إلهي أكتوغي أي كوكس ليهيان أديغا محاكو ديغي إيه أدواجب كاغا أو قدلا دهي محايا لي صلق عاد قصة ليسا مركا لقي بعدين واجب يحي وحقير إنه يحي أبا العليم فعلا وحينو خير هينو يوح الله وحينو هنون هينو يوح حينو عقيدة علم هينو طريق النبي ينو صومرتي إله با ينو صومريي إساق عيينو كهينا وأبا الكيسي وحير أو كمدوي كل ديننا أبا الكيسي قدي كري قيموه نقول له أنا لود إيماني أنت أير كوبان با وحل يري مركا آد مقاشان يحل يقارو نشيقي دونو أيا لغو صلي أيا طريقي أي نشيقي دوننا ولغو صلي وحي انتا دير ولا لي عبادات كإلهي نفري أو صلاة كو كتهي ما بعد ما يستر ميسو إلى النبي قال لغو صلي صلوات ربي والسلام عليه والركني أنا صلاة وصحي هذه سنة هاي يا هذه فرل تاي من ما صحي سو إلى مرك الله تعيا صدو صلي قال يقول حسيو وحين تدير ولا ليال قف كأرين تال إيمان وايا كسلي وايا واجب كيس قدام وايا حق لا يقول لها أو في وايا لبار رمض الله قب لنقال مدويان الرغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي لبا حديث بصاروري حديثو حورانيا واحد اللوبي او سنك بور لقالي نينك النبي قال لغو صاقا ده صلوات ربي وسلامه عليه ايقو سليه وايا كادو اللي كاو مغنى نينك رمضان سو قاري ايد مداف كوايينا كاسنا واد اللوبي كلمة والي سو قاري ايد شنكو هلي وايانا سنا واد اللوبي حديثات صورة قايا حديث كلنا وحوله يا النبي يقول آمين 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 سوى منبر كفولة يا منبر النبي يقول صدق درجوها تي كوباد آمين تي لبادنا آمين تي صدحنا آمين هذا هو الله ورسوله يا رسول الله آمين كلي أنا مغلين ما هذا هو قول هاي وعلي جبريل بعد دعائي أنا آمين تانو هاي جبريل وحوك دعائي نك رمضان وصدق شو إدم بداف كواي كاي لا هي هفوغي انا امين باني نينك لبدا والي سو غاري اي جنة كو هلي وايي او دادالي وايينا اي حق ردي كان الهي ميل درن هغيو امين باني نينك لايغو سو اكا قادو
ninka laygu soo ka qaado ee dabeeta ku sali waayana kaana allaha fogeeyo ana aamin baare marka inaad dulowdo iyo in lagu fogeeyo naxariis laga fogeeyo labadaba waxa keeni kara inaad dibnaha dhaqaajin kari weyn ninka laba dibnood iyo laba bishimood ku bakhaylay billaahi calaykum muxuu kaluu bixin la ma maal buu soo soocila ma geel cascas buu bixin la ma lacag iyo dahab buu huri la laba dibnood buu ku bakhaylay allaahuma salli wasallim wabaarik calay intaasuu ku bakhaylay xadiidka kalena wuxuu xoojinayaa bakhaylnimada wuxuu odhayaa albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calaya bakhayl lama yidhaahdo ka maanta ku marti gelin waaye bakhayl lama yidhaahdo ka qaadhaanka ka hadha bakhaylka rasmigii waxa weeye ka bishimihiisa iyo labada dibnood ku bakhaylaya inuu soo maro salliga iyo ammaanta iyo ducada nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka qofki wuxuu u dhexeeyaa inuu waajibkan ka soo baxo oo uu nebiga xaqiisii qayb ka mida gudo iyo inuu bakhiil noqdo dulloobay oo alla fogeeyo waa labadaaso waxa intaa dheer fawaa'id aada iyo aada u badan ayay leedahay cibaadadan aynu maanta ka warramayna cibaadatu salaati wasalaami calaa khayri albashar waa cibaado weyn aada iyo aada u weyn oo aada u qiimo badan sheekh la yidhaahdo ibnulqayim calayh raxmatullah kitaab uu ka qoray la yidhaah jalaau lafhaam fi salaati wasalaami calaa khayri alanaam boqol faa'iido iyo ka badan ayuu soo aroorinayaa oo uu salligu leeyahay ninkii awood u leh inuu daalaxdaa wuu daalacan karaa laakiin wax yaroo ka midaan soo gudbinaya kow waxa ugu horeeya waxaa nebigeenna ka sugan calayhi salaatu wasalaam ninka hal mar nebiga ku salliyaa in ilaahayna toban jeer ku salliyaayo bimacnaa ilaahay baa toban jeer ku ammaanaya xadiis kaloo tirmidi wariyeyna wuxuu ku darayaaba laba qodoboo kale wuxuu leeyahy man sallaa calaya salaatan salla allaahu calayhi biha cashra wamaxaa canhu cashra sayi'aat warafacahu cashra darajaat ninka hal mar nebiga ku salliya ilaahay baa toban jeer ku salliyayo ammaanaya toban dembina waa laga tirayaa toban darajana waa la qaadaya waa la dalacsinayaa waa hal mar ka toban iyo boqol iyo kumanaan gaadhsiiya ha ka sheekayn kaasi kayrkii waa dhaafay kayr xigeenkiina waa dhaafay waa dadaalay haddii ilaahay uu aqbalo qodobka labaad wuxuu yahay walaalayaal aakhiro waxaa loogu kala xigaa oo xadiidku ku asaxay nebiga calayhi salaatu wasalaam sidii loogu kala salli badnaa awla annaasi bii yowma alqiyaama aktharuhum calaya salaatan waa xadiis saxiixa waxaa iigu mudan oo iigu xiga qofka iigu salliga badan ayaa dad iigu xiga buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxaa sii dheer shafaacada nebiga waxaad ku heli kartaa iyo ergadiisa aakhiro inaad subaxiina toban jeer ku sallido galabtiina toban jeer waa imisa waa labaatan man sallaa calaya cashran idaa asbaxa wa cashran idaa amsa faasa bishafaacati tabaraani baa soo saaraya waana xadiis xasana oo sugan weyn toban goor ood subaxii tidhaahdaa waa daqiiqado kooban tobanaad galabtii tidhaahdaa waa daqiiqado kooban waxaad ku helaysaana waa waxaan la qiimayn karin oo aan la qiyaasi karin oo aan xaddi lahayn weeye qodobka soo raaca wuxuu yahay wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man sallaa calaya salaatan lam tazal almalaa'ikatu tusalli calayh maa daama fii majlisi qofka igu salliya intuu halkii igu salliyey fadhiyo malaa'igta rabbi baa isagana ku salliyaysa oo u ducaynaya oo ilaahay ku baryaay waxaa intaasii dheer in nebiga lagu salliyo oo salligiisa la badiyaa siraadka iyo jidka siraad ayuu kugu sugayaa axaadiis baa waxay soo aroortay tilmaamaysaa nin gurguuranaya oo jidka siraad dul gurguuranaya ayaa waxaa imanaya salligii nebiga deetana waa qaadaya waa la tallaabaya ibnu taymiya wuxuu leeyahy xadiisku xuja ahaan ma xoogana laakiin dalaa'isha sunnada ayaa xoojinaya oo tilmaamaya qofkaasi inuu helayo jaanis lagu badbaadiyo waayo cibaado cadiim oo weyn buu la yimi
waxay intaasi dheer oo iyaduna aad iyo aad u cajiib ah. Nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaa ku maqlaysay khubaddii carabida ahayd, habeenkii wuxuu kici jiray marka saddex meelood oo laba tagto dadku u qaylin jiray, ayuhannaas ilaahay ha la xuso, waxaa timi saacaddii tii hore ee la odhan jiray arraajifa, waxaa ku xigta tii labaad ee suurkii la afuufay, geeridiina way timi, wax alla wixii duruufay lahaydna way wadataa. Markuu saa dadka u waaniyey ayaa saxaabi Ubay laydhaba u yimi, yaa Rasuulallah, xilli baan leeyahay aan cibaadaysto, salligaaga inteen kaga daraa? Xilli aan tukado, oon qur-aan akhriyo, oon ducaysto, hawlo gaara qabsado, xilli aan wardiyaan leeyahay, salligaaga inteen kaga daraa? Wuxuu ihi, maa shi'ta, intaad doonto. Suuri arubca, afar meeloodoo marka meel laga dhigo meel ma ku siiya? Nebigu wuxuu ku yihi, maa shi'ta, adigay kugu xidhan tahay, fa in sita fa huwa khayrun lak, haddaad ka badiso aday ku wacantay. Markaasuu yihi, aan nisfa kala barh haddaan ka dhigay ka waran. Wuxuu yihi, maa shi'ta, waa intaad doonto, haddaad badisana aday ku wacan tahay. Markaasuu yihi, athuluthayn, saddex meelood oo laban ka dhigaya. Suuri maa shi'ta fa in sita fa huwa khayrun lak. Muxuu saxaabigii yidhi, ajcalu laka salaatii kullahaa, xilligaa gebigiisa salligaagan u gaar yeelaya. Macnaha soo qaad, soddon daqiiqo ka soo qaad, saacad ka soo qaad, laba saacadood ka soo qaad, inuu saxaabigu xilli gaara lahaa oo u cibaadaysto. Gebigeeda waxaan ka dhigayaa inaan adiga kugu salliyo. Laba faa'iido waaweyn oo la yaab leh ayuu nebigu u sheegay. Wuxuu yidhi, idan haddaad taa fuliso, tukfaa hammuk, waxa la kafaynayaa, wax alla waxaad ka warwarto ilaahay baa kaa kafaynaya. Alla wixii ku warwargeliya meel baa lagaa saarayaa, rabbi baa hawshaa dhammaynaya, maba warwari doonti. Wayugfara laka dambuk, dembigaagana waa la dhaafaya. Gebiga waxayna haystaa waa wax laga warwarayo iyo dunuub la samaynayo, hawl kaloo ina haysataa ma jirto. Duruufo nololeed oo inagu xaniban oo nin walba wax ay warwarinayaanoo walwal gelinayaanoo walbahaar gelinayaan, taa waa lagaa kafaynayaa. Markaa salliga nebiga badiso salawaatu rabbi wasalaamu calayh, duruubta ku cuslaysana waa lagaa daadinayaa, maxaynu kale rabnaaba? Markaa qofku inuu waqti gaara u bixiyo oo waqti qaara samaystaay aad bay muhiim u tahay. Qodobka kale waxa weeye, ee isaguna la yaab kale, axaadiistu waxay ku asaxday xadiiska imaamu tirmidi soo saaray fii jaamici, nebigu wuxuu yihi, maa min axadin yusallimu calaya ila radda allahu calaya ruuxii xataa arudda calayhi salaam, ma jira nin igu salliyaya oo isalaamaya hadday dhacdana ilaahay baa ruuxda igu soo celinaya, markaasaan salaanta ka celinaya. Xadiis kale wuxuu ku darayaa oo isna cajiibi, in loo gud malaa'ig baa jirta, inna lillaahi malaa'ikatan sayaaxiin, malaa'ig adduunka socoto saqaaftaa jirta, waxay raadinayaan dikriga ilaahay. Qof nebiga ku salliya hadday arkaan way qaadayaan, markaasay odhan, yaa rasuulallah, inna fulaan ibna fulaan yusalli calay, hebel hebel, magacaagii iyo magaca aabaha isku darayaan, wuu ku soo salaamayaa oo wuu kugu salliyayay. Markaasaa ilaahay soo noolaynayaa, markaasuu ka jawaabayaa oo radiyaya. Waa dariiqada kaliya nebigu kugu baran karo adoo hebel hebel ah. Haddaanad kuma salliyin, malaa'igna qaadi mayso, nebi ilaahayna magacaaga la horgeyn maayo, axad min almuslimiin baa tahay, laakiin in lagu barto oo magacaagu halkaa tago waxaa kow ka ah inaad salliga badiso oo nebiga ku sallido sallallahu calayhi wa aalihi wa saxbihi wasallam. Walaalayaal, saxaabadu aad bay u yaqaaneen waajibaadka nebiga ka saaran iyo xuquuqda uu ku leeyahay. Maalin baa wuxuu soo booqday Sacad ibni Cubaade gurigiis oo casuumad loogu sameeyey. Wiilka uu dhalay Sacad oo Bashiir la yidhaah, oo nin aada u qaaliyo saxaabiya oo aada u deeqsiyo ragnimo badnaa, ayaa hadda wuxuu yihi, yaa Rasuulallah, carafna asalaama calayka fa kayfa nusallii calayk. Rasuulallah, laba arrimood baana la faray, waa salaantaada iyo salligaaga. Salaantii waa naqaanaa, assalaamu calayka yaa nabiy allah, assalaamu calayka yaa rasuul allah, salaantii waa naqaanaa, bal salligii noo sheeg. Suuri, quuluu allahuma salli calaa muxammadin wa calaa aali muxammadin kamaa sallayta calaa ibraahim wa calaa aali ibraahim innaka xamiidu lmajiid wa baarik illaahuma calaa muxammadin
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواية سوحة لنا الصلوات الإبراهيمية إلا تضبصي غنى ويلادي نوعا وقلنا ما يسكترا أو فضلي قبضا نبي مركي لويدية أو كترابي أو شاقي وكا مركز وقت هايصو سيغوين كلا هايسكو داليني سيغدا قار كأود صار ويواتي النبي أفكي سكسو بحدي صلوات ربي والسلام عليه إذا قلنا هذا كالبضا أو كالقابا وحكى الله أقول هذا سيغ مختصر كا اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سيغ مختصر كابا لينا لكن ولا ليال وحان دين كون غني وحان صلي كون غني وحان نبي قال لك كيني وحان صحابة لك كيني وحان تابعين لك كيني وحان أتباع التابعين لك كيني وحان مدي كتب تقرتين لك كيني هكون دالين وقت يوكا قلبي صعب يدربان يقدمر مدح الروحة يتاف دين كون غن ماي عبادنا كون غن ماي وحي صلي كل شيء كان صلي معها إنه فضل أهل إسكندرية حداد كبد بعد الدنوب أيام البرسيدة صلي قدوة عبادة عبادة وطريق بين الذي نبي قال تلمامي صحابة تلمانتي طريق بالراعية قال يردنا وحلاي أنت إنه كدر كينا قلنا مبتدعة إيه صلي جي خربي أي إنك نبي لا صلي كل عنا ومن مر إيه لبلا بقور موياني سيدا دو قدر كيسات لهذا ورقل هذا سهوشا صلي الآن كدعيني نبي قال هلو قصليو أو هلو بديو أو طريقة الصحدة هلو قصعيني واحد دوني أولا ليالينا نحن سقضوا كي يقدم بيوءا إن صحي لي أيها التي ديي إن نبي قال قصلي عليه الصلاة والسلام تقريبا تضبح اللي با خاصة وحي كبدنا واسكفرين